السلام عليكم. ديري كيف ناسكم بخير على خير؟ لاباس معكم رجاء. اليوم غادي نشارك معكم واحد القهوه اللي كيهضروا عليها كان الناس في يوتيوب، كافي دالاغونا معتوس كان برونفين ديال هلا. هو واحد القهوه كتجي دايره بحال شي سحابه خفيفه. هي واحد القهوه اللي نورمالمون الاصل ديالها من كوريا، ودابا الاغلبيه ديال الناس في يوتيوب كيديروها، وجيت نجربها معكم اليوم. واللي زوين فيها ان المكونات والطريقه ديال باش انكم تصايبوها سهله 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 بزاف، وتقدروا تصايبوها في داركم وتفرحوا راسكم وتفرحوا الناس اللي عزاز عليكم. فالمكونات ديالها غادي يكون عندنا هنا خدي 3 ديال المعالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان، اي نوع ديال القهوه ماشي ممكنش ما خاصكم شي وحده بالضبط. هنا عندي 3 ديال المعالق صغار عامرين تاهما ديال سنيده، وتقريبا 3 المعالق ديال الماء، المهم نفس الكميه ديال الماء ديال السكر والماء. الماء عندي سخون. ونورمالمون اشنو هو البرينسيب ديال القهوه؟ انك فاش كتصايبها، انا دابا غادي نخلط هاد المكونات كاملين وكنشرح لكم البرينسيب ديالها. انك كتخلط المكونات وخصك تضربها بالطراف 400 مره. واش شفتي ناس مضربوها 400 مره فعلا وطلعت؟ فقلت لما لا انني نشاركها معكم اليوم. ف نورمالمون تقدروا ديروها بهاد الطراف يدوي، انا غادي نديرها في الباتر وغادي نوريك غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. غنزومي على باش يبان لكم. ودابا غادي نبدا كنخدم فيها، وغادي تشوفوها في الاول راه غير الماء والسكر والقهوه سريعه الذوبان. دابا غادي نبدا نخدمها وغادي نخليكم تشوفوا كيفاش غادي تولي مع المدة. العشاق القهوة هاهي لابوس كيفاش كتجي. كتشهي. انا واخا ماشي من ما كنشربش نورمالمون القهوة بزاف، ولكن القهوة ديال بصح اللي كيكون كتكون زوينة كتعجبني، يعني نقدر ناخد فيها كويس صغير ونتمدقها. دابا هي وجدات معانا، شتو اللون ديالها كي كيجي والقوام ديالها كيفاش كيجي. ودابا غادي نوريكم الطرق اللي نقدروا نحضروهم بها. وها هما الكيسان، خديت انا كيسان بحال هذا الشكل هذا ونوريهم لكم. راه درت فيهم لي كلاصون، سوف كو انا غادي نصايب قهوه تكون بارده، تقدروا ديروا غير الماء سخون وتهزوا هاد لاكريم تزيدوها فيها، تحركوا واحد شويه ومن بعد تزيدوا واحد لاكوش اللي تخليوها من الفوق اللي ما تقيسوهاش، باش يبقى معكم هذيك لاموس من الفوق اللي غادي تعطيكم واحد المذاق غادي يكون زوين. ولا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم مثلا القهوه سخونه يقدروا يسخنوا الحليب ويديروا هاد لاموس القهوه من الفوق. انا غادي نديرها بارده، وتقدروا تحط ديروا فيها الحليب عادي. انا عندي الحليب ديال جوز الهند او حليب ديال نوا د كوكو، وهنا خويت الحليب ديال جوز الهند. كما ديروا غير الحليب عادي اللي عندكم، الا ما عندكمش ممكن تديروا الحليب ديال الشوفان او ديال الروز اللي كنت صايبت. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الا بغيتو ديروه في الدار، راه ساهل
سهل. وغادي نبدا ناخذ لاموس ونحطها بحال هكا. تدنوي كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في التعليق ديالكم اذا جربتوها واش عجبتكم. انا بدات مطق صدقتيش انا ما قدرتش نتسنى فاستعيد بالباتور الزيت شويه دقته فعلا عجبتني المذاق ديالها كتجي واو كتجي اونكتيوز et ça donne envie. Par contre, نسبه للكميه انا تقريبا دابا فاش درت هاد 3 ديال المعالق خرجوا لي بحال هكا جوج كيسان كبار. نتوما الا بغيتو ديروا يعني الكميه اكثر فتقدروا تضبلوها. غير هو القياسات القياس اللي كديروا ديال القهوه اللي ديروا ديال الماء اللي ديروا ديال السكر. هكا فين عندكم هذاك اش كيقولوا لي اللي كي اللي كتقدموا به لي كلاص فمن الاحسن انهم كيصابوا بطريقه سهله على ها هو هي القهوه فاش دات معانا. كنتمنى انكم تجربوها. انا راه صايبت جوج واحد ليا وواحد اللي عزيز عليا الناس اللي عزيزين عليا بزاف ولكن بعد هاد الساعه صايبت غير واحد الانسان اللي عزيز عليا كاين معايا و كنتمنى انكم تجربوها. راني طقتها جات بنينه. كنتمنى انكم ما تقدروش عليا بلي كومونتير لي لايك ديالكم الا عجبتكم الوصفه. ما تنساوش تابونا فلاشي تفعلوا الجرس اللي كاين حدا ابوني باش يبدا يوصلكم كاع الجديد ديالي. السلام عليكم وحتى المره الجايه ان شاء الله. باي باي.